ديال الذهب ديال البيجي ديال الاستاذ لاصاندي كثر 6 مليار ما تنستعملش. فلا يعقل بان الطبيب يناضل هذه 20 سنه هو الاول باش يكون عنده تغطيه صحيه، لان الطبيب تيداوي المغاربه تيساهم في انجاح المنظومه الصحيه في المغرب، هو ما عندوش تغطيه صحيه هذه 20 سنه. فاليوم من وصلنا وكافحنا باش تكون عندنا تغطيه صحيه، تنلاحظوا بان الطبيب هو غير المهنيين الحره الاخرى، فاللي تيطلبوا من الطبيب اكثر من المهنيين الصحه. لماذا؟ او من المهنيين الحره. فمثلا ماشي تنقولوا بان الطبيب ما خصوش يخلص، طبعا الطبيب خصو يخلص كاي مهنيين حره، ولكن في واحد النسبه اللي تتكون معقوله، لان كاين الاطباء اللي تيكرم عليهم سيدي ربي وتيربحوا مزيان الحياه ديالهم، وكاين اطباء لا من القطاع العام او من القطاع الخاص اللي ما عندهمش الامكانيات باش يخلصوا 2300 درهم كل شهر للتغطيه الصحيه. اذا الورش الملكي اساسي ومهم، التغطيه الصحيه اساسيه ومهمه، انخرطنا فيها، كافحنا في اطار الكوفيد وهذا واجب ديالنا خصنا نكملوا، ولكن غير الحكومه تفسر لنا او تعطينا معطيات، يمكن عندها معطيات اللي حنا ما عندناش، تعطينا معطيات اللي فسرنا على شمن ضوابط خدات هذا القرار ديالها، اللي واحد القرار بدون مشاركه الاطباء ومهنيين الصحه، بدون مشاركه هيئه الاطباء، بدون مشاركه النقابات ديال الاطباء، واتفقنا على واحد المبدا وهذا المبدا ما طبقش. ماشي هذا الشيء اللي فهمت بان الاطباء ما طالبينش الاضراب، الاطباء طالبين بان كان يكون واحد الحوار، وبان جميع المسائل غادي تستعمل الى الحكومه، ما بغاتش غير تكلم او تواجب رسائل من رئيس هيئه الاطباء، رسائل من النقابيين، اذا غير تجلس وتواجب. فهذا حنا واحد البلاد ديمقراطي، ولازم للانسان يكتب لك تواجبه ملي يطلب منك سؤال تواجبه، وهذا هذه هي الديمقراطيه، وزعما ما طالبين والو. ف طبعا النقابات، وهذا حق ديال النقابات وهذا حق دستوري، النقابات تيقولوا بان الا ما كانش عندنا شي جواب، الا ما بغيتوش تفاعلوا معنا، الا ما بغاش يكون التواصل معنا، يمكننا نوصلوا لواحد الدرجه اللي يمكن تجعل بان يوصلوا الاطباء للاضراب. هذا الشيء اللي طلبوا، ما قالوش الاضراب، قالوا الا ما كانش تواجب، الا ما كانش تواصل، فيمكن بالاسف وحنا هذا الشيء حنا اولا ما نطالبينوش، لان في هذا الوقت ديال الجائحه راه حنا محتاجين جيوش، وراه مهنيين الصحه راه جيوش في الميدان، خصنا نداويو المغاربه نتكفلوا بهم وداك الشيء. ولكن اليوم وصلنا لواحد المرحله اللي تنشوفوا بان الطبيب تيداوي هو تيمرض وما عندوش تغطيه صحيه.